السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا جاسم محمد واليوم راح ناخذكم في جولة على قسم رصد الزلازل في إدارة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات. أكيد التفاصيل تتابعونها في هذا التقرير، خلكم ويانا. السلام عليكم، يعطيكم العافية، حيا الله أبا أحمد. طبعا إحنا موجودين اليوم في إدارة الأرصاد الجوية قسم رصد الزلازل، بيكون معنا أبو أحمد بيأخذنا في جولة على قسم رصد الزلازل. حياكم الله، الله يسلمك خليك، نراويكم إن شاء الله القسم ونشوف آخر التطورات في القسم. أساساً إحنا في البحرين ليش عندنا قسم يرصد الزلازل وشنو آلية عمله؟ كل هذه الأسئلة أكيد راح تحصلون على إجاباتها في هذا التقرير، فتابعونا. يعني أبو أحمد إحنا قاعدين نشوف تقريباً 3 شاشات كبار، 5 شاشات تحت، شنو وظيفة كل واحدة فيهم؟ طبعاً في وظائف متعددة حق الهاي. طبعاً هاي الموقع الرسمي لإدارة الأرصاد الجوية، نرصد فيه جميع الزلازل اللي تحصل عندنا في منطقة الخليج أو سواء المناطق الإقليمية أو المناطق العالمية. شاشة ثانية لتحليل الزلازل، نحلل فيه أي زلزال يوصلنا كذي. طبعا احنا شابكين مع الشبكة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فنسوي كونكت معاهم ونشيك شنو آخر الزلازل اللي حصلت ورصدوها بعدهم. أبو أحمد، إحنا اللي نعرف أن البحرين ما تمر على خط الزلازل ولا هي يعني موجودة في درب الصفائح، ولا بس يعني ليش عندنا إحنا في البحرين قسم يرصد الزلازل؟ طبعاً الزلازل فعلاً البحرين مو بقريب من الأزمة الزلزالية، ولكن تتأثر بعض الزلازل اللي تحصل في مناطق قريبة من الخليج العربي. فعشان كذي لازم يكون في قسم لرصد هاي الزلازل، وتعرفت الناس إذا كان في زلزال حصل في منطقة غريبة. طبعاً نعرف الناس أن في زلازل حصلت في هاي المنطقة، وفي نفس الوقت إحنا نحاول أن نبين أن مو بكل شيء ينشر صحيح. ممكن أن في شيء ينشر يقول ينقال فيه أن مثلاً في زلزال بيكون في منطقة الخليج. طبعاً لازم نعرف أن ما في أحد يقدر يتنبأ بحدوث الزلزال، هذه أول شيء لازم واحد يعرفه. ثاني شيء لازم نبتعد عن بعض المواقع التواصل الاجتماعي اللي تسوي تحول الموضوع تقول لنا في زلزال مثلا يصير في منطقة الخليج أو شيء من القبيل. احنا نبتعد عن هاي الإشاعات ونطمن الناس دائما ان الزلازل مثلا حصل زلزال في تركيا، حصل زلزال في هالمنطقة، فما في اي زلازل قاعد تصير في منطقة الخليج. مثل ما احنا ملاحظين طبعا نرصد من المرصد الأوروبي، بعد نشوف الزلازل اخر الزلازل اللي تحصل في العالم بشكل عام. نرصد بعض الشبكات او بعض المحطات القريبه من البحرين اللي احنا شابكين معاها. شلون احنا شابكين معاها؟ يعني هذه مو كلها من محطه، طبعا الرصد يكون مو من يعني هي بس قراءات الرصد تصير، صح؟ الرصد وين صاير ابو احمد؟ احنا عندنا في البحرين محطه واحده لرصد الزلازل موجوده في منطقه الصخير. اي نعم. وطبعا محطه واحده في البحرين فقط، لكن احنا شابكين مع الشبكه الخليجيه لمحطات الرصد، فنعتبر شبكة واحدة. وهاي قراءات الشبكة اللي احنا قاعدين نشوفها على الشاشة، هذه قراءات الشبكة حق محطات مختلفة قاعد نرصدها ونتأكد ان ما في اي شيء حاليا نرصد سواء اقليميا خليجيا او حتى عالميا. ابو احمد، يعني متى اخر مرة البحرين تأثرت بزلزال قوي اثر عليها؟ مملكة البحرين طبعا تأثرت بزلزال في تاريخ 9/4/2013. هذه اخر مرة؟ لا، هذه اول مرة في آخر تقريباً 10 سنوات. في 2013 9/4 تأثرت البحرين بزلزال قوته كانت 6.3. حصل في بعض المباني العالية في البحرين وكثير من الناس حصلوا فيه، وحصل كثير من الاتصالات. في زلزال بعده حصل بعده بأسبوع في 16/4/2013 نفس السنة، بعد تأثرت في مملكة البحرين. ومن بعدها في 2017 حصلنا زلزال في الحدود العراقية شمال العراق الإيرانية، بعد البحرين تأثرت فيه، كانت قوته 7.4 في نوفمبر 2017. هذه يمكن آخر زلزال على ما أذكر تأثرت في مملكة البحرين. يعني تقريبا من أكثر من 5 سنوات الحين ما تأثرنا بأي زلزال. ممكن أن يصير فيها زلازل البحرين؟ لا إن شاء الله ما يكون فيها زلازل. ليش؟ لأن إحنا بعيدين عن الخط، عن الحزام الزلزالي، فمن الصعب ان يكون في زلزال. طبعا الحزام الزلزالي ابو احمد هو هذه اللي فوق اللي بالاحمر صاير. الحزام الزلزالي هو المنطقه الحمراء، خلينا نقول هني منطقه شرق الاناضول وعلى منطقه جبال
الإيرانية هنا في شرق هاي، فأي زلزال يحصل هناك في زلازل تحصل بشكل يومي، ولكن زلازل خفيفة إلى متوسطة، ولكن إحنا ما نتأثر فيها. هذه الزلازل اللي تصير بشكل يومي، ولا شنو هذه النقاط بالضبط بقى أحمد؟ نقطة تعبر عن زلزال، كل نقطة تعبر عن زلزال، لكن زلازل خفيفة إلى متوسطة حتى ما نتأثر فيها ولا نحس فيها. اللي نحس فيه في بعض الأحيان هي الزلازل القوية اللي تحصل في هالمنطقة، ولكن بشكل عام على مدار السنة بعض الأحيان سنوات ما البحرين لا تتأثر بأي زلزال من مناطق قريبة.